ومن الأكيد أن مظاهر الاختلالات التي تطال التدبير العمومي لا تقترن فقط بمخالفة القوانين، بل قد ترتبط أحياناً بسلوكات مشينة وغير مسؤولة تستلزم التصدي لها بالحزم والصرامة اللازمين وفي الوقت المناسب، اعتباراً للأضرار الناجمة والناشئة عنها. وفي هذا السياق نستحضر جميعاً دعوة جلالة الملك نصره الله وأيده وتأكيده وبصورة متواترة على تغليب المصلحة العامة للوطن وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات. وبالتالي يتعين علينا جميعاً أن نستلهم من التوجيهات السامية لجلالته التدابير العملية الكفيلة بالارتقاء بمنظومة تدبير الشأن العام، الارتقاء بها لا سيما في الجوانب الأخلاقية، باعتبار هذه الجوانب من أهم مقومات تدبير عمومي فعال وذا وقع على الصالح العام. وفقنا الله جميعاً لما فيه خدمة بلدنا من أجل تحقيق ما يطمح إليه كافة مواطنيه من الرقي والتقدم والعيش الكريم تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.